السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في علي كرام تابع قناة من آخر خلاص. معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الألماني وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة 16 من الدوري الألماني أمس الأربعاء الموافق 15/12/2021. متابعين الكرام، الجولة بدأت يوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021. شتوتغارت خسرت من بايرن ميونخ 0-5-5-0 للبايرن. أحرز الأهداف جنابري في الدقيقة 40، وسيرج غنابري ايضا في الدقيقه 53، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقه 69، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقه 72، وسيرج غنابري هاتريك في الدقيقه 74. فولفسبورغ خسر من كولن 2-3. احرز دفاعي فولفسبورغ لوكاس نيميتشا في الدقيقه 8، وفوتر فيوغرست في الدقيقه 51، واهداف كولن عن طريق موديست في الدقيقه 34، وفي الدقيقه 89 ايضا موديست، وفي الدقيقه 73 اللاعب مارك اوس. متابعينا الكرام، ماينز فازت على هيرتا برلين 4-0، أرمينيا بيلفيلد فازت على بوخوم 2-0. أحرز أهداف مسايا أوكيغاوا في الدقيقة 51 وباتريك كويمر في الدقيقة 69. أما أمس على طول الأربعاء 15/12، بروسيا مشنغلادباخ خسرت من أيندراخت فرانكفورت 2-3. أحرز أهدافين من مشنغلادباخ لريان نيوهوس في الدقيقة 6، ورامي بن 70 النجم الجزائري من ضربة الجزاء في الدقيقة 54. أهداف فرانكفورت في الدقيقة 45 رافائيل بوري، وفي الدقيقة 50 ليندستروم، وفي الدقيقة 55 دايتشي كاماتا. متابعين الكرام، بروسيا دورتموند فازت على غورسر فورس 3-0. أحرز الأهداف إيرلين غالاند من ضربة جزاء في الدقيقة 33، وإيرلين غالاند في الدقيقة 82، ودونيل مالين في الدقيقة 89. باير ليفركوزن تعادل أمام هوفنهايم 2-2. أحرز أهداف باير ليفركوزن باتريك تشيك في الدقيقة 37، وباتريك تشيك في الدقيقة 63، وهدفي هوفنهايم في الدقيقة 80، انجيلو ستيلر في الدقيقة 83، لاعب من الكيان الصهيوني القذر مش مهم نقول اسمه يعني. يونيون برلين تعادلت امام فرايبورغ 0-0. اوكسبورغ تعادلت امام لايبزيج 1-1. احرز هدف اوكسبورغ دانيل كاليجوري من ضربة جزاء في 86، وهدف لايبزيج في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب اندريا سيلفا. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الالماني وترتيب الهدافين. متصدر ترتيب فرق الدوري الالماني في المركز الاول بايرن ميونخ ب 40 نقطه، بروسيا دورتموند المركز الثاني ب 34 نقطه، باير ليفركوزن المركز الثالث ب 28 نقطه، هوفنهايم المركز الرابع ب 27 نقطه، فرايبورغ المركز الخامس ب 26 نقطه، ماينز المركز السادس ب 24 نقطه، اينتراخت فرانكفورت المركز السابع ب 24 نقطه، يونيون برلين المركز الثامن ب 24 نقطه، لايبزيج المركز التاسع ب 22 نقطة، كولون المركز العاشر ب 22 نقطة، فولفسبورغ المركز الحادي عشر ب 20 نقطة، بوخوم المركز الثاني عشر ب 20 نقطة، بروسيا مشنغلادباخ المركز الثالث عشر ب 18 نقطة، هرتا برلين المركز الرابع عشر ب 18 نقطة، شتوتغارت المركز الخامس عشر ب 17 نقطة، اوكسبورغ المركز السادس عشر ب 17 نقطة، ارمينيا بيلفيلد المركز السابع عشر ب 13 نقطة، وعندنا غورسر فورس المركز الثامن عشر الاخير برصيد 4 نقاط. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ في المركز الاول ب 18 هدف، المركز الثاني باتريك تشيك لاعب باير ليفركوزن ب 16 هدف، والمركز الثالث ايرلين غالاند لاعب بروسيا دورتموند ب 13 هدف، والمركز الرابع انتوني ديست لاعب كولين ب 10 اهداف، والمركز الخامس سيرجي غنابري لاعب بايرن ميونخ ب 9 اهداف، واتايو لاعب يونيون برلين. متابعينا الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب صناعات الاهداف. متصدر صناعة الأهداف توماس مولر لاعب بايرن ميونخ في المركز الأول ب 12 هدف، ب 12 هدف صنعهم يعني. المركز الثاني فلوريان فيرتس لاعب بايرن ليفركوزن صنع 8 أهداف، والمركز الثالث أندريك كرامريتش لاعب هوفنهايم صنع 7 أهداف، المركز الرابع فيليب كوستيتش لاعب أينتراخت فرانكفورت صنع 6 أهداف، وموسى ديابي لاعب بايرن ليفركوزن، وفينسنت أو فين ستريوفو لاعب فرايبورغ. اشترك بالقناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، بعتذر مرة أخرى عن التأخير. نراكم فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.